شهدت السفارة المصرية في العاصمة البحرينية المنامة منذ 9 صباحا إقبال عدد كبير من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والاستحقاق الرئاسي. وقامت السفارة المصرية بتسهيل إجراءات التصويت للمواطنين للقيام بواجبهم الوطني الذي كلفه لهم الدستور، وتزينت السفارة بالعلم المصري لاستقبال المواطنين للمشاركة في العرس الانتخابي. وأكد المواطنون على أن المشاركة واجب وطني، مشيدين بتسهيل عملية التصويت والتنظيم الجيد.